معاكم في درس جديد من دروس اللغه العربيه وهو في القواعد اليوم النهارده يا ابناء يعني هنتعرف على اعراب المثنى. في السنين السابقه عرفنا يعني ايه وعرفنا ان المثنى يعني اخر الكلمه بيزيد حرفين ممكن يكون الف او يكون ياء طب امتى يا نحط بنحط الالف ونون وامتى نحط الياء ونون بقى لنا سنين حافظين أغنية واحنا مش عارفين امتى بنحط الف وامتى بنحط ياء بعد ما تعرفنا على الاعراب في السنه السابقه هنعرف امتى يا ترى بنستخدم الالف ونون وامتى يا ترى بنستخدم الياء يلا بينا نشوف شرح الدرس أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الإبتدائي أهلا ومرحبا بكم، درسنا النهارده عن قاعدة نحوية جديدة وهي إعراب المثنى، قبل ما نتكلم عن المثنى لازم أفكرك بإن الإسم بينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، النهارده هنتذكر مع بعض المفرد والمثنى، أما الجمع هنتكلم عنه في الدرس القادم، المفرد يا أبنائي هو كل اسم يدل على واحد أو واحدة. واحد مذكر او واحدة مؤنثة زي ايه ولد بنت طبيب معلمة زي في الصور عندنا اما المثنى وهو موضوعنا النهاردة في البداية لازم نعرف يعني ايه مثنى المثنى هو كل اسم يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون في اخره يعني ايه يعني هو ما يدل على اثنين مذكر أو اثنين مؤنث بس بنحط في آخره ألف ونون أو ياء ونون زي إيه؟ ولد ولدان أو ولدين بنت بنتان أو بنتين طبيب طبيبان أو طبيبين معلمة معلمتين أو معلمتين إحنا كده تمام فهمنا يعني إيه مثنى طيب تعالى بقى نشوف مع بعض قولي كده الكلمات دي مثنى ولا مفرد رمضان شعبان ميدان شيرين مسكين زين الكلمات دي يا ترى هتبقى مفرد ولا مثنى طبعا كل هيقول مسهان بتلغبطنا لا ما تخافش تعال هقول لك هتعمل ايه بص يا سيدي حط ايدك على الالف والنون او الياء والنون اللي في نهايه الكلمه اتنطقت صح تبقى الكلمه دي مثنى ما اتنطقتش صح يبقى الكلمة دي مش مثنى. تعالوا نجرب: رمضان، رمض، شعبان، شعب، ميدان، ميَد، شيرين، شر، مسكين، مسك، زين، زي... يبقى كده هل كل اسم آخره ألف ونون أو ياء ونون بيكون مثنى؟ لأ، ليست كل كلمة آخرها ألف ونون أو ياء ونون تكون مثنى لابد أن تكون الألف والنون أو الياء والنون زائدين على مفرده، إحنا كده تمام وعرفنا النقطة اللي المفروض عايزين نعرفها، تعالى بقى نعرف علامات إعراب المثنى، في البداية لازم نتذكر مع بعض علامات الإعراب اللي خدناها هي إيه الضمة والفتحة والكسرة، الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر. دي يا أحبابي علامات الإعراب اللي كلنا خدناها مع بعض ودي اسمها علامات الإعراب الأصلية، السنة دي هنعرف علامات إعراب جديدة وهي علامات الإعراب الفرعية وهي علامات بنستخدمها في إعراب بعض الكلمات زي إعراب المثنى مش بنقدر نرفعه بالضمة لذلك بنرفعه بالألف بدل الضمة ولا بنقدر نجره بالكسرة أو ننصبه بالفتحة عشان كده بنجره وننصبه بالياء. يبقى ايه هي علامات اعراب المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء طيب امتى بنرفع الكلمة لما بتكون فاعل او مبتدأ او خبر طب امتى بننصبها احنا اخدناها لما بتكون مفعول به وامتى يا ترى بنجرها بنجرها لما بتيجي قبليها حرف جر احسنتم يلا بينا نشوف الامثلة مع بعض الطالبان مجتهدين الطالبتان مجتهدتان قرأت كتابين قرأت قصتين سلمت على المتفوقين سلمت على المتفوقتين يلا نشوف في الإعراب هنا الطالبان مجتهدين احنا عايزين نعرب كلمة الطالبان مجتهدان يلا نشوف الأول إحنا بنعرب إزاي أول حاجة بنعملها إيه بنحط الكلمات في جدول تمام الطالبان دي كلمة اسم في أول الجملة يبقى ده اسمه إيه مبتدأ تمام وإحنا قلنا المبتدأ لما بيجي مثنى بيرفع بالإيه؟ بالألف يبقى ده مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيه؟ الالف ليه لانه مثنى لازم تكمل الجمله لازم تقول ليه اترفع بالالف اترفع بالالف لانه مثنى طيب الطالبان مالهم مجتهدان تمام دي كلمه جايه في جمله اسميه في الجزء الثاني من من الجمله تمام واسم واجابه سؤال ماله الطال الطالبان مالهم مجتهدان يبقى ده اسمه ايه اسمه خبر اعراب الكلمة دي ايه خبر 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 بيجي ايه مرفوع والكلمة دي ايه مثنى يبقى ده خبر مرفوع وعلامة رفعه ايه يا ترى الالف طب ليه لانه مثنى لازم تكتب السبب لو ما كتبتش السبب بتنقص في الامتحان فانت لازم تفسر لازم كل المعلومة انت عارفها تفصلها في الامتحان تمام يلا بينا نرجع كده نشوف الجمله اللي بعديها كانت بتقول ايه قرات كتابين قرات قرات دي ايه نوع الجمله جمله فعليه الجمله الفعليه بتبدا بايه بفعل ومكونه من ايه فعل وفاعل ومفعول ولازم نسال مين وماذا قرات مين اللي قرا انا بس مش موجود التاء بتعوض عني قرات انا كتابين ماذا قرات كتابين يبقى كتابين دي اعرابها ايه مفعول به برافو عليكم احسنتم تستحقوا سقفه والله قرات كتابين قرات انا كتابين مين اللي قرا انا ماذا قرا كتابين إجابة ماذا؟ بيكون مفعول به إجابة ماذا؟ بيكون إيه؟ مفعول به طيب كتابين إعرابها مفعول به طب مفعول به ماله؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه ها الياء ليه؟ لأنه مثنى أحسنتم برافو عليكم يلا نشوف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى لازم أقول كده طيب الجملة اللي بعدها بتقول إيه؟ سلمت على المتفوقين مين اللي سلم؟ أنا طيب في مفعول به ماذا سلمت؟ لأ على المتفوقين على دي اخذناها زمان قوي ان ده حرف ايه حرف جر المتفوقين دي اعرابها ايه ها اسم مجرور وعلامه جره الكسره امم لا غلط علامه جر جره الياء ليه علامه جره الياء لانه ها مثنى احسنتم جزاكم الله كل خير تمام دلوقتي هناخد تدريب وهنحله مع بعض ها جاء الولدان فهمتوا الدرسين اكلت التفاحتين جاء الولدان ها مين اللي جاء الولدان اولا احنا قلنا اول حاجه بنقول ايه دي جمله اسميه ولا فعليه جاء جمله 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 فعليه جملة فعلية بتتكون من فعل وفاعل وساعات بيجي المفعول مين اللي جاء الولدين يبقى الولدان دول اعرابهم ايه ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ها احسنتم الالف ليه لانه مثنى لازم الجملة تتكتب على بعضها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه مثنى فهمتوا الدرسين مين اللي فهم انا بس الفاعل ايه مستتر، الدرسين، ماذا فهمتوا الدرسين، الدرسين دي إعرابها إيه؟ ها؟ تمام أحسنتم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه، ها؟ آه، الفتحة؟ لا, لا 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 أنا غلط أنتم صح أحسنتم، الياء لأنه مثنى، أكلت التفاحتين، أنا مش هجاوب على السؤال ده. أنا هسمع الإجابات أو هشوف الإجابات في التعليقات أحسنتم جزاكم الله كل خير مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق مدارس الصرح الخاصة قسم اللغة العربية كان معكم أستاذة زينب فؤاد وأستاذة هانم علي.